دي فيش كليات. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي رفيق صافا؟ أيه. لاباس عليك؟ بزاف تيفي. بزاف تيفي. مرحبا لالا مرحبا. قبل علينا. مرحبا بزاف. داير كلشي مزيان؟ الحمد لله. فيقناك على الصباح. الله يبارك فيك. واه نوفل براو. طومبينو ماسيمو 10 مينوتي بريباري توتو تونيل كي باسا سوتو مورا كارتشير. سي. اسبوكا كوي. انفيوري. Ramaro ha tagliato sti barre di fonie. Certo, di Ramaro io mi fida. Una volta in fonie, via, corri fino al fiume. Liberi, sporchi merdose. Ma liberi, fratello. Oh, هاد الشماكية في الرويال البرتون. هادو وهذا غادي ياخذونا لتما. اسمعني مدام عبد الله تقولي لحم البحر كابريال احكوا واحد حرك جالك صاحبي واحد حرك جيتوا مع عائلة واحدة انا خوش قاع مدى هكا قسموا هذه بينكم شكرا مدى روحوا اما بعيدة مسعود ما والو ولا ناقص خصنا نفيسليو البلان مزيان ونقادوه ونمشيو ونبقاو راسنا في هولندا وديك الساعة نقولوا اديو لا ميزير شكون هاد الفرانسيس هادي بنتي ماف تبارك الله هي هي الكبيرة هي الكبيرة الله يخليها لك يا ربي يا ترافيك نتمنى تفضلي بيان سور لا ما غاديش نكملوا طريقنا حتى تقول لي شنو هاد التصويرات اللي هنا شي شويه السينما شويه ولا بزاف السينما شي شويه بزاف بزاف السينما نكملوا الهضره لدا يلا تفضلي مرحبا مرحبا لالا مرحبا بزاف تيفي الله يبارك فيك رفيق صافا لاباس عليك الحمد لله كي داير ترونكيل كي داير مع العمل مع السينما مع الفن شويه دابا جيتي اون فاكونس صادير مع خدام ما والو ديال الناس مزيان كنت مخيم كنت مخيم في مهدية عزيز عليا في مهدية يعني عزيزك عليك البحر عزيز عليا البحر وعزيز عليا مهدية بالضبط داكوغ هي عوام عوام صحيح شوية ماشي شي عوام ماشي شي عوام طب تابغا القاع بصح كنت شي مرة تغرق ما تعوليش عليا زعما غرقتي ما نقدرش نجبد لا انا كنعوم مزيان ما تخافش رفيق بعدا شكرا بزاف لا تعش خديري تي باينه اللي غتبقى عليا بالاسئله بنتك ترساره من الاول ما كاينش مو غادي نمشي نجيب شي حاجه نشربها اي والله يعطيك الخير ما نقولوش لا الا كان شي عصير مع هذا الصهد جيدو الله يخليك جيدو اوكي وكنتشرد اجي بون شكرا عتيقه هي حدك يا رفيق شويه وصافي مش شي حدوقي انا سمعت عليك ما عندكش علاقه كاع زوينه مع الكوزينه جبتي لي باش نخدم لا نقدر ندير زعما شي حوايج سامبل نقدر ندير شي حوايج سامبل بحال البيض ومطيشه ولا كتعذب راسك بزاف الحقيقه زعما الله يحسن لي العوان لي بات فيو كو جي فيكو في طاليان وداك الشيء نقدر نصوب لي بات صافي هذا هو زعما ولكن وصفات. فاش كنتي صغير ما كنتيش كتدخل الكوزينه ماشي بزاف الوالده كانت تنفشك جوستومون مع الكوزينه زعما ما عنديش معها من الصغر ولكن انت ما عندكش زعما فكره هكا لا الكوزينه للعيالات وصافي لا لا ماشي على هادشي على ما زعما كن جو بريفير هذاك الشيء جاهز واش كيف كيتساليش ما مساليش انت هادشي عندي المشاكل عندي العرس فراسي رفيق عجبك هاد الورد بعدا اللي جبناه لك عزيز عليك لا فلور شنو الى كولور انا قلت الاحمر كيعجب كلشي لو روز لو بلون لو بلون لو بلون اه لو بلون زوين شكرا هاد العصير وجدتيه قبلي علينا وصافي لا ما تقولش هكا بالعكس لا هي داي شريته من واحد اللعيبه وخويته هنا اخوي هذاك احسن من وجدتي هضرت التمر اخويته هنا تصور رفيق عاود لنا قول لنا كيفاش كنتي فاش كنتي صغير دابا حنا في الدار هاد الدار فين كبرتي هاد الدار الوالدين عيط الوالدين الوالدين مي كبرت اونتر هنا ومحمد الخامس شي واحد لونكل ديالي الله يرحمه توا مات صديق اونفان محمد الخامس ولكن انت تولتي في الحي المحمدي زاديت في الحي المحمدي رفيق ضربتني شوكه وانت جايبه الواد ما منقيش واحد اخر واد ما منقيش دابا انا بغيت نجيب لك شي فيرج تاع تاع لي بركه على هاد بركه انا الا كملت هذا غادي نزول هاد الورد كمل لي على هاد الحي المحمدي شنو هو السر ديال الحي المحمدي بتات كو سي تقدري تقولي على كوانسيدونس
باسكو زعما فريمون بزاف لي زارتيست ولاد الحي محمدي ماشي غير دازارتيست حتى رياضيين حتى يعني مشاهير بزاف من المغرب ما عرفتش انا ما عرفتش السكري ديال هاد فوالا مي ابارامون ولا نمشيو نولدوا وليداتنا في الحي محمدي ولكن الموسيقى الموسيقى بلوس دير بس الغيوان مشاهب فعلا السهام بزاف لي جروب اللي خرجوا من الحي محمدي ولكن كبرتي انت هنا ش قلتي لي في شارع محمد الخامس وفي هاد الدار جوستومون هنا وشي مون اونكل تهضرنا على الطفوله ديالك كي كنتي مشاغب كنتي شيطان كنتي ضريف شويه كنت ضيف شويه وكنت خواف شويه بصح كنت خواف كنت كنخاف بزاف شنو واش كتخاف من الدراري ولا كتخاف من الناس اون جينيرال زعما كنت شويه بحال انفيرمي فوالا كنت شويه منطاوي شويه على راسي انت بارامون كنخرج من هاد ليطا حتى لاج دو 16 17 ans ابليس كويا كنت ادابطا مع وعلاش واش انت بوحدك في وسط خوتك البنات بوتيت ولا لا لا حنا وني 6 صافي ثلاث الاولاد ثلاث البنات مي ابارامون هكذا كنت يعني كان لا ناتور ديالي كانت هكا فوالا سي سا شتي ان بو كالم شتي وسمعت كانوا كيلقبوك بواحد اللقب حيت انت يعني القابو كان شي لقب عندك كيلقبوا لك الاصدقاء ولا ولاد الدرب ولا مع انت سورتو شكلك يعني مختلف العوينات ملونين الشحر شاطان بيض جوي بحال سويدي حاصل في المغرب سويدي حاصل في المغرب ايفيكتيف معينين بعدا علاش دير النظر انا بغيت واش انا ضربتك يمكن بهذا اللون اللي لابسه ضريتك اي كنت كنصور واحد الكور ميتراج ستادير صورت بالليل دو نوي متابعين سي ان بو فاتيكي وصافي سا ديرونج با انا احسن بدلتي لون عينك وما بغيتيش نشوفو مازال نقدر نرجعهم ياك بيان سو لا خد راحتك لا يخطيك وشنو اللقب اللي كانوا كيقولوا لك؟ و سا ديبون زعما كل واحد يقول لي زايقه جونغ تا كبرت كاع تا كاين واحد المخرجه كتعيط لي في التليفون كتقول لي المش فريده برقيه تحيه لها من هذا الموضوع كتقول لي المش كانوا كيعجبوك هاد الالقاب هادو ولا لا؟ لا لا جيم با بصح والله جيم با تخو مو المش مع الفايدة برقية جاكسبت دوز حيت باسكو هذيك الأم الروحية ديالنا يعني صديق ما نقدروش نخسرو معاها واخا هي مخرجة تقول لي بغات فوالا سي سا ونرجعوا يعني الحياة ديالك الأولى كان عندك دي زامي كنتي من الناس المحبوبين ولا لا؟ أكيد ولا كنتي بحال في قسم 8 مشاغب وكيكرهوك الأساتذة؟ لا 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 أكيد لأن أوغوزمون كو نقدر نقول لك أن وقعت لي واحد لاج دو 15 أون هكا 16 أون تلاقيت باغ هازار مع واحد الفنان مغربي كان ديك الساعة مازال ما ماشي ارتيست اذا كان هو اكبر مني شويه ماشي كبر مني بزاف شكون هو حميد باسكيت اوكي كنحييه وداني معاه باغ زعما باغ كوانسيدونس داني معاه لدار الشباب الحي محمدي ولا كان اول مره ندخل لدار الشباب ونشوف لا سين ونشوف ممثلين هو كان لعب واحد المسرحيه ديال الجماعقان كانت عندي 16 17 عام صديق كو نقدر نقول لك سي غراس حميد باسكيت اللي كنحييه حتى هو من هذا المنبر هذا اكيد كنحييه فنان ديالنا ومخرج مغربي معروف يعني كان هو صله الوصل ديالي ولا اول لقاء ديالي مع لا سين مع لا سال مع لي شيز مع لي زاكتور مع لي كوميديان مع الميتور اون سين رفيقنا عزيز عليا الفضول داكشي علاش هضرت مع المدام ديالك وطلبت منها تختار لي كيلكو فوتو ودقشت فيهم وسمح لي بلا الاذن ديالك ولقيت هاد لي فوتو بغيت كل سي سا ان انيماتور تي في سا دير سيكون في شويه الفضول ياك ولكن الفضول بزاف عاوتاني سا ديرونجيك الوغ جمعت بزاف ديال التصاور اللي عجبوني انا بعدا شخصيا وبغيتك تهضر لي عليهم مالوغوزمون عندي دوت فوتو ديال فاش كنت صغير عندي في الدار الاخرى اكزاكتومون حيت ما لقيتش زعما شي تصويره وانت بيبي صغير بغيت نشوف كيفاش كنتي مع الاسف ما عندي دوت فوتو ولكن في الطالقه المهم صافي دابا هاد الفاسون هادو نشوفو هادو بعدا غير واحد الملاحظه بعدا هي الاولى غتشرحها لي ما عمري انا شفت لي فوتو هكا اش كتفصلهم واه كنت كتبان لي شرح لي اول حاجه واش كطير شي ناس ما كيعجبوكش ولا انت كتخايل لا فوتو بواحد الشكل لا كنت كندير واحد بحال الكوليكسيون واحد ليسباس فهمتي ولكن هادشي صافي لونطون وكنت كنقطعهم بحال هكاك باش نديهم في واحد ليسباس دي فورم وهاد لا فوتو هادي ديالك هاديك شتي فريمون جون
شحال كان لاج ديالك؟ كانت عندي شي 9 ديزون 9 داكور تكون بنتي بواحد 2 كي كانوا الوالدين في الشيناك لمامون ديالك كانت عندها شي معزه خاصه ليك او لا كنتي انت اكيد باسكو انا عارفك انت مرتبط بزاف بالوالده ديالك الله يرحمها بزاف ولكن ابارامون الوالده يعني ما بقاش عايشه مع الوالد صديق تفاقوا على سيغتا مومون مي وصلت تقريبا انا واحد 5 سيزون تقريبا هكا وصلت 5 سيزون تفاقوا صديق بقات علاقتي مع الوالد بوحدها وعلاقتي مع الوالده بوحدها وانت مع من اختاريتي تعيش؟ مع مامي لا كاع خوتي كنا عشنا مع مامي الوالد الله يرحمها كانت كومون ديريج كانت يعني بحال جونغ مناضله بوغ pour ses gosses ou des choses, c'est-à-dire qu'elle traite même pas comme quand ça y passe là. Non, la mesquine est très gentille, Rama. T'es pas méchante ou là. Mais apparemment, mesquine, quand on voulait qu'elle n'arrive pas à s'arrêter, elle a dit, يعني بشي كبو بشي. يعني تحات من أجلكم وتكرفسات بشي. فيكسي مو قاسم كاملين. الله يرحمها مسكينة فضل. الله يرحمها الله يرحمها. عندي واحد صورة واحدة أخرى ما عرفت باش كتفكرك. سبيسيال. هذه مسرحية نص دو سون ديال الحبيب الصفاده انها جديده شحال هذيك تقريبا كانت فيها الطليقه ديالي فتيحه رضوان وكانت فيها اشراق براوي كان فيها عبد الله شيشه كانت فيها لطيفه المنور فين هما هاد الممثلين ما يمكنش كنسمعو بهم لا غبروا شويه غبروا نتعرف فيك اللي بقيتي لطيفه المنور مشات الى ديريكتريس شخوا ديال شي سال دو تياتر فرباط إشراق براوي شكون مشات في فرنسا ماشي الشمال مازال شويه في الطومين صدير ما واش المجال الفني صعيب يعني الناس اللي دابا وصلوا كنعرفوهم واش كلهم ضربوا تمارا شي حاجه كنشوفوا بزاف ديال الناس بداو بزاف ولكن اللي كيوصلوا اللي كيبقاو محافظين على لا كارير قلال وهو نورمالمون يعني الوصول القمه ماشي صعيب كي يقولوا اللي صعيب هو tu restes يعني في القمه تبقى تحافظ عليها صح صادير كو كاين صعيب يعني الدومين ارتستيك في المغرب ولا لونشينمون كولتوريل كله في المغرب سي با ايفيدون صادير كاين مشاكل سورتو سور لو بلون فينانسي وعاد لو بلون دو كرياسيون تاع هو يعني تقدر تقول عليه ميديوكر فهمتي يعني كاين كيلكو فلاتات لا في السينما لا في التلفزيون لا في المسرح يعني عاد كتهضر يعني الجوده فوالا لا كرياسيون الابداع الحقيقي ماشي غير امل وصافي يعني الابداع اللي فيه المقومات الابداع يعني فيه لا بوتي فيه الجمال فيه لو ميساج فيه لا فورم يعني الشكل والمضمون فكنظن وهذه فوت دو مويان باسكو يعني الميزانيات اللي كتصب في الثقافه في المغرب ولا الفن في المغرب ما كافياش يعني ميزانيات هزيله رفيق انا غنطرح لك واحد السؤال يعني دابا كنعرفوا ان مثلا السينما الفلسطينيه كنظن ان الامكانيات اللي متوفره لها قل بكثير من الامكانيات اللي متوفره للمغاربه ولكن كنشوفوا مثلا حاليا السينما الفلسطينيه كتحصد بزاف الجوائز عالميه لا ما يمكنش نهضروا على السينما الفلسطينيه لا مثلا يعني هو فيلم يعني فلسطيني فيلم واحد فلسطيني كيدور في اما حنا عندنا الكم لا عندنا حنا الكم رفيق هضرتي على الكم قلتي يعني دابا ولينا كنشوفوا انتاجات بحال هي شويه يعني الحركه كما كنقولوا السينما هي كاينه ولكن هاد الجوده هادي فين المشكل هو لو بروبليم يعني دابا كاينين لي مويان سورتو تكنيك لي مويان تكنيك كاينين كاين لي فون ديال الدوله يعني ديال السي ماكسيم المغربي كاين الميزانيه ديال وزاره الاتصال اللي كتمشي لي دو شين هذا كاين دعم فينانسي مي البروبليم في لا كرياسيون علاش كاين بروبليم في لا كرياسيون اعتبارا بزاف ديال لي فاكتور اول هاد لي فاكتور هو الصوره الزربه فهمتي يعني كنخدموا سيتو ملي كيقرب رمضان كنوليو داك الشيء ديال بحال كنصوبوا الشباكيه يعني كنصوبوا تيليفيلم ولا سيت كوم بحال كنصوبوا الشباكيه سي ما كيبقاش الهاجس ديال لا بوتي ديال لو ميساج ديال ليومور داك ليومور نوبل كيولي
الوقت كيولي خصك شحال من حلقه خصك فوالا 30 حلقه فوالا باش ندخلوا الفلوس باش البروديكتور يدخل الفلوس كاين عاوتاني التكيز ديال لي ميم فيزاج فهمتي يعني حيت كاينين شي ممثلين اللي داو سيت كوم في البدايه ديال السيت كوم في المغرب يعني في ليبوك ديال سعيد الناصيري فحال تويا العلاوي فحال يعني بزاف الممثلين اللي خاتيم العلاوي وصي اللي بداو السيت كوم انا خويا عمر عطوش كوا يعني في ليبوك ديال سعيد الناصيري مي هذوك الوجوه ونجحوا هذوك السيت كوم ما بقيناش كنعاودو نشوفوهم سير دابا ولات كريز ديال لي ميم فيزاج ديال كاين واحد السرعه يعني فائقه في 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 التحصيل ديال الفلوس واش داك لي فيزاج يمكن ماشي الجمهور اللي كيبغيهم داكشي علاش كيجيبوهم لنا او لا كاين شي اعتبارات واحده اخرى الجمهور نقدر نقول لك عليه لي نادر الجمهور تعطيه واحد برودوي غايشوفو فهمتي غايشوفو يا اما غايقول عيان يزابي يا اما غايقول مزيان الجمهور المغربي صعيب الذوق ديالو في نظرك راه فهمتي الجمهور المغربي مسكين حنين فهمتي يعني زوينات حنين زوينات فوالا صديق مسكين كيتعاطف فهمتي كيتعاطف يعني كيقبل البرودوي المغربي كيقبلو واخا يكون عيان يعني واخا يكون ميديوكر كيقبلو فيو لانه عارف لا سيتياسيون ديال لي زارتيست مغاربه هو متعاطف مع الوضعيه وما هو كيشوف افلام امريكانيه كيزابي عنده تيليكوموند في يدي فهمتي وكيشوف لي زاميريكان كيفاش كيخدموا كيشوف الهنود كيشوف المصريين كيشوف مي كيتعاطف مع لو برودوي ناسيونال بيسكو لو برودوي ناسيونال كي قلنا تقدري تقولي عليه مازال في البدايه على ريشيرش يلا كيقلب على شي باقي كنقلبوا فوالا حنا ما عندناش سينما مغربيه عندنا افلام مغربيه ما عندناش تلفزيون مغربي عندنا شطحات يعني كلكو زيميسيون جونغ ماشا ما عمري لا غري وصافي فهمتي ولا كتشوفي دابا نيت لي شان ديالنا كيعاودوا اكزاكتو كيعاودوا لي ميم برودوي بدات بزاف تي في شويه صوبات القضيه باسكو فيها الموسيقى ما كنعاودوش فيها الموسيقى ما كنعاودو الكليب فيها الموسيقى رفيق عندي تصويره واحده اخرى ديالك هنا مع دي زاكتور ترجعنا بلي سوفونير انا واش في شي خيمه ولا هذا سي محمد الحور واحد الممثل البير طوغا هذا في المغربي ولا اجنبي؟ لا هذا ايطاليا لي جاردان ديدان حدائق عدن انت عندك علاقه خاصه مع ايطاليا جوستومون قايس في ايطاليا ديال اليساندرو دالاتي شتك الايطاليا اش ماشي المغرب وايطاليا ايطاليا كنت صورت واحد الفيلم في فوازازات على جيزو جوستومون وكنت انا واحد من لي زابوتر دو جيزو كنت طوما الحواريون طول الحواريون كنت انا وطوما الاتباع ديال عيسى وهذاك هذاك المخرج هذا نيت اليساندرو دالاتي كانت عنده واحد الفكره هو ان في الاخر الفيلم صورنا الفيلم كله فوازازات ولكن في الاخر الفيلم كان خاص هذوك لي زابوتر يكونوا جالسين في واحد القهوه فروم في التيراس فروم ولابسين دي سموكينغ ودي بابيون واش فهمتي وعندو هذا ممثل الفيلم بحال هكا يعني من وزازات والطعب والعصي اوتوماتيكمون الغوم مشيت الغوم جوستومون باش نصور هاد لاسين يعني اون سيكونس سيكونس وحده مشينا حنا بزاف مشينا الغوم مشيت بوحدي يمكن جو كخوا كان سعيد باي كان معايا هشام بهلول الله يشافيه حتى هو يعني كانوا معايا بزاف الممثلين مشينا للغوم باش نصور هاد لا سيكونس اي سي تافيري كو تلاقيت مع واحد المغربي تماك كيقالو دو فيزويل هو ريزيدون في ايطالي مي كيدير دي كور ديال لو فيزويل قال لي افير بوكو با ما ديش درت انسكريبسيون داني للجامعه لونيفرسيتي ديك الساعه كان عندي دوك في الادب الفرنسي عطيتهم فوتوكوبي ديال هذا صيفطهم لي من هنا من المغرب وعطوني انسكريبسيون درت انسكريبسيون بري انسكريبسيون وجيت خديت فيزا ايتيديون صافي وقريت يعني 5 اون حيت كنت كندير لي بارسييل كنقرا شاك ماتيير وكنجي للمغرب نصور فيلم ولا شي حاجه ولا رجعت نكمل الدوزيام ماتيير زيد طلعين طليان احسن حاجه في السينما الايطاليه شي حاجه تعلمتيها شي درس يعني حقيقي خديتيه من السينما الايطاليه السينما الايطاليه يعني معروفه اصلا عالميا معروفه عالميا بالنيو رياليزم كومون ديغي السينما الايطاليه سينما يعني قائمه بذاتها نقدر نقولوا عليها سينما ماشي في حالنا احنا قلت لك عندنا افلام سينمائيه عندنا افلام سينمائيه ما عندنا السينما زعما ما عندناش ستيل عندنا بزاف لي ستيل فيستيفال ديال طونجي مثلا ناسيونال كتلقاي 15 ستيل 15 فيلم 15 ستيل
انتي عندنا كلكو مخرجين اللي محافظين على الستيل ديالهم بحال الخماري مثلا بحال كمال كلكو با بحال وتف لا تيليفزيون بحال عادل الفضيلي بحال صدر كاين دي ريزاتور اللي بداو كي انستالي واحد لو ستيل اي سا سي بيان بحال مثلا الخماري دار بغي يدير تريلوجي سور كازابلانكا دار كازا نيغرا زيرو ثروزيام فيلم كي بريباري فيه ثلاث فيلم سور كازابلانكا تريلوجي سور كازابلانكا هذا ان ستيل رفيق شفت لك واحد التصويره وانا متخلع ويلي والله لا قبيح شي حاجه ديال قبيح شويه فيها نشوف كضربه هذا واحد الفيلم ديال ياك التمثيله دي ماشي بصح لا لا التمثيل ديال المخرج ديالنا المحترم محمد اسماعيل هذا شي مشهد فيلم سميتو هو بعد كيجيبوك دائما كتعطي العصا وشمكار وخايب كيشوفوا فيك هاد ليماج كنتو كتبان لي دابا تخونكي يقولوا سي اوريجينال فهمتي شمكار وعيدي زقيل وداك الشيء سي زويونه سي اوريجينال حنا كنعرفوا الشمكار كحل وخايبين على اساسا كنبريزونطيو الشمكار ديال المغرب كنصدوهم بالبراب اناقه انيقي راه اتونسيون هما الشمكار زوينين عينيهم خضر ياك سي سي اكزاكتو رفيق انت قريت عليك وانت كونفيرمي لي لا غلط معصب عندك ان كاركتر معصب ومزاجي يعني دابا انت بصح شويه باسكو سوي بواسون سيناسترا سادير سوي متقلب يعني بزاف مزاجي واحد شويه مي معصب سي فري باسكو ما كاينه ما يعصب زعما كاينش اللي عجب ما يمكنش تكون عايش في المغرب وما تعصبش قول لنا ماشي بحال كنت كنلقاها في ايطاليا كنت كالم مي المغرب خاصك تعصب ضروري باسكو ومزاجي بصح المزاج ديالك كيتقلب غير فاسيل شويه شويه سي ما كنبغيش نبقى في نفس الـ ما كنبغيش نبقى لينيير جي توجور اونفي دو شونجي توجور اونفي دو هادشي كيخلق لك مشاكل حيت عندك بزاف المشاكل مع الصحفيين وعندي بزاف المشاكل مي ما عرفتش زعما واش هما اللي عندهم مشاكل معاك ولا انت اللي عندك مشاكل معاهم عندنا المشاكل مع بعضياتنا كنتلاقاو الوسط لا ما عنديش بزاف المشاكل مع على الفضول ديال الصحفيين ولا لا لا بالعكس ولا شنو المشكل البروبليم سي كاينين دي جورناليست اللي كيتجاوزوا طبيعه الخدمه ديالهم باسكو انا بور موا ان جورناليست ولا ان انيماتور تي في ولا الخدمه ديالو هي ميتر اون ريليف لا في ديال ان ارتيست ولا ناقد سينمائي اللي نقدروا نقولوا عليه حتى هو جورناليست يعني ميتر اون ريليف لا بوتي اللي كاينه في داك لوفر كاين دي جورناليست كيتجاوزوا هذا وكيقلبوا كيقلبوا يعني الحقائق بحال كنت دات واحد على هامش المهرجان الدولي للسينما ديال مراكش كنت دات واحد الاستجواب مع واحد الراديو المهم دات هذاك الانترفيو سولني قال لي يا رفيق تزوجتي وطلقتي وعندك بنيته وعاوتاني تزوجتي وطلقتي وعندك بنيته واحده اخرى يعني كتزوج بزاف وكتطلق بزاف قلت ليه ايفيكتيفمون زعما قلت ليه عندي بزاف المشاكل مع لي فام واخا طولت معاهم بجوج ولا ثلاثه اللي طلقت طولت معاهم مي انا قلت ليه تيلمو عندي دي بروبليم مع لي فام غنعلن على المثليه ديالي كنضحك معاه يعني في اطار قريت على هاد في اطار في اطار انني زعما تيلمو مع جا واحد جورناليست واحد اخر سميتو نجيم عنده شي سيت سميتو جود ولا شي با كوا مشى سوليناها ودارها في لاباج فوالا ودوك عيطوا لي الناس يقولوا لي كيفاش تخدم انا الشيطان جات الشيء انا عارفينك حمق ولكن ماشي لهالدرجه فهمتي وباش الشعر كل واحد بوحده فهمتي يعني انا ماشي مثلي وما عنديش طموحات باش نكون مثلي انا قلت لي في واحد الاطار ديال الضحك زعما ولا شي حاجه هو خداها كادراها غوزمون كون الناس كيعرفوني انني ما عندي حتى علاقه بهذاك الموضوع يعني بغيت نقول لك ان كاين دي جورناليست اللي كيتجاوزوا الطبيعه ديال الخدمه ديالهم المهنه ديالهم الوغ هنا انت كتعصب كنتعصب ايفيكتيف كتعصب عليه مازال ما تجاوزتش ديك الحدود الحمد لله غادا معايا مزيان شوف فاش تلقاني غنتجاوز انا شوف انا غير زول النظر ديالي بحال هكا الغم ديال الحبس ما تعصبش عليك وكما قلتي عندك المشاكل مع الصحفيين وحتى مع المخرجين وشي ممثلين كلك مخرجين باسكو اش وقع ليا دابا لا فورماسيون ديالي كاين افون لا فورماسيون و ابخي لا فورماسيون اللي درت في ايطاليا
فورماتاتك بدلات فوالا ولا عندي بروبليم صادير وليت عافاسي كومون جو سوي كادري فهمتي وليت كندخل بعض الخطرات في كنحس براسي مال كادري ولا شي لعيبه كنقول شي مخرج خاص هاد عكسي من هنا دابا انت اللي كتدخل وليت كنزعم لا لا المخرجين مغاربه كلهم يعني دي زامي دي بوت اي دي شير كاملين يعني بدون استثناء كاين المخرجين اللي خدمت معاهم ومستعد اني نعاود نخدم معاهم تيرمون كيعجبني الخدمه ديالهم وكاين المخرجين اللي خدمت معاهم وما عمرني ما نعاود نخدم معاهم وكاين المخرجين اللي ما عمرني خدمت معاهم وكنتمنى نخدم معاهم صادير كو المخرجين عندي معاهم علاقه طيبه كامله. اعطيني اكثر مخرج مغربي بالنسبه ليك مبدع اللي خدمت معاهم يعني نقدر نقول لك انا في اطار وانا خدام معاهم كنعرف يعني مدى اجي نسهل لك لو ستيل ديالهم كيتماشى مع لو ستيل ديال رفيق ابسولي ممكن كاين مثلا كمال كيعجبني لونشينمون دو كرياسيون ديالو يعني خدمت مع كاع الافلام ديالو يعني عنده واحد عنده اون فيزيون كومون دي كاين نور الدين الخمايوسي كاين عادل الفضيلي كاين نوند كيوي مي ناجيس نجا يعني كاين كيلكو ريزاتور اللي كي اونطام واحد ما عرفتش كيفاش كي كادريو واحد لا ماجي باسكو السينما ان فيلم خصو يكون فيه اون غرين دو ماجي فهمتي يعني تروك شي حاجه ما واضحش اون فوا اون لو فوا با مي كنتاثروا به كنتزعزعوا هذه هي نورمالمون ان فيلم دو سينما هو هذا ما كانش يزعزعك ما عرف صدير كيزعزعك بوان دو فيو تيم يعني تيماتيك اي تكنيك اي بوان دو فيو بوتي ماشا صدير كاينين بزاف كاين يعني كاينه اون نوفيل فاغ الوغ اجابه على هذا السؤال يعني كاينين كتيقول واحد المبدع واحد الناقد سينمائي اللي كنحترمو بزاف سميتو حسن الرايس كيقول كاين اللي ارتيست وكاين اللي خدام في الاخر يعني كاينين بزاف ديال المخرجين والممثلين وتكنيسيون سي خدامين في الاخر يعني خدامين فوالا خدام وكاين اللي ارتيست فين اكثر الا قلت لك في هذا الدومين ديالك انت شكون اللي اكثر واش الفنانين الحقيقيين ولا اللي خدامين في الفن اللي خدامين في الاخر كاينين بزاف اكثر من متزقه وشكون اللي ناجح النصابه كاينين وشكون اللي ناجح هذوك النصابه والمهم هما اللي ناجحين بيان سور هما اللي عندهم لي كات كات وعندهم فيلات وعندهم فهمتي ولي فغي ارتيست عندهم مشاكل كاين مخرج اللي بلا ما نقول لك سميتو يعني مخرج وعندو افلام وخدا جوائز بزاف هذا وعندو بروبليم باش يخلص الكرامه تاعو الان فهمتي عندو بروبليم ديال النفقه دي ترافير شي العباد ديال ما عندهم حتى علاقه بالعرق جوستومون حيت هما كاع ان ارتيست يكون عنده مشكل بحال هكا والخوين كاينين الخوين يعني اللي عندهم فوالا اللي دايزين عندهم الطريق فهمتي فيزافي لا تيليفزيون كيعطيهم الدعم كيعطيهم الملايير يعني الاموال الطائله باش يصوبوا ترافيق باش يكذبوا على بنادم وكاينين انا صورت واحد السيت كوم والله العظيم مليار خدات في هذاك المونتيج خدا مليار اميليا وما دازش التلفازه يعني اميليا على حوف بوبيل علاش حيت قال لك فيها شي حاجه خديشه للحياه ولا خديشه للحياه كيفاش بعدا انت هذا الشيء يعني هذا الرقابه هذا الفن النظيف شنو رايك فيه؟ الفن سمع الفن النظيف ديال محمد النظيف تحيه لمحمد النظيف لا انت مع هذه الانتقائيه لا لا شوفي احنا اصلا باقي ما عندناش كي قلت لك سينما مغربيه ما عندناش فن حقيقي باش نقولوا باش نبداو نقولوا النظيف ولا المسخ احنا خاصنا نتوسخوا افيكتيفون على ريشيرش احنا كنقلبوا خاصنا نتوسخوا باش نتنقاو وانا انا ما كيجينيش هذاك مشاهد ساخنه ولا مشاهد ايروتيكيه كتجيني انها خديشه للحياه ولا فن متسع ما عندكش مشكل تمثل اي دور كيما بغى يكون ولا عندك شي حدود لا ما عندي حتى شي مشكل انا سوي اكتور فهمتي صادير كنتخلص على هاد لو ميتي وكنحيد راسي كنحطو في شي بلاصه وكندخل في لابو ديال ان اوت بيرسوناج فهمتي صادير كاع الجيستويال ولا كاع الفيربال ولا التكست اللي غيقول داك البيرسوناج راه ماشي انا راه هذاك البيرسوناج ولكن مع الاسف يعني كما كتقول واش الجمهور المغربي قادر انه يفرق ما بين الرفيق وما بين البيرسوناج بمعنى الا مثلتي غير قبيله درتي على المثليه الجنسيه الا مثلتي غير دور مثلي
ففي الذاكره ديال يعني الجمهور غادي يبقى. فبزاف ديال الناس او بزاف ديال الفنانين كيبغيو يحافظوا على داك ليماج. اكيد اكيد. ولكن الا كان البيرسوناج يعني هذوك لي زانغريديون ديالو خاصو يكون بحال هكاك فهمتي يعني سي با غراتوي. ما كان غراتوي بيان اونتوندو ما غاديش نديرها. فوالا فوالا الا كان يدايز بيرسوناج ما عنده حتى شي اهميه ولا ما غيضيف والو للقصه ولا شي با كو. اما الا كان يعني داخل في لونشينمون في لا ناراسيون ديال ليستوار عادي انني نولي في لابو دان نو بيرسوناج باسكو سي مون ميتيي جو سوي باي بور سا. يعني انا بعدا نقدر نقول لك انا ما تقدرش تعتبرني خدام في الفن تاعي. زوين هاد الاعتراف. كيلكو با ماشي فلوس انا ما خدام. حيت بافو كتلقى راسك اوبليجي كتكون مثلا فوالا كتكون مثلا ما خدمتيش شحال ولا شي حاجه وما عندكش وعندك دي شارج وعندك الاولاد وعندك مدرسه وعندك دي تخوك وكتختار عليك شي بروجي. بروجي مطحطح مسالي سيناريو نول المخرج بلا ما نعاود ليك الكاستينغ وكتلقى راسك اوبليجي انك تخدم. يعني كتقبل شي ادوار واخا ما كتكونش راضي عليها لان اللي كتولي خدام حتى في الاخر حيت انت هذه خدمتك ما عندكش خدمه اخرى. ابسوليم. دابا عدات واحد الدوكور ميتراج باقي لي الثالث باش ناخذ لاكارت نهائي وناخذ لاكارت. مشاو فيها المخرجين ديال المغرب غير شومي والمخرج مشاو فيها تيجي فيها في البار. رفيق درتي الكور ميتراج الاول ديالك زغيبات تعاود لي على التسميه العجيبه انت ديال كلشي عجيب بان لي فوالا جوستومون انت براسك عجيب لهذا داتو ديال فان ديتود يعني هو اللي خديت به الدبلوم كار سنين ديال ان كور ميتراج داتو في ايطالي. شنو هي زغيبات بالايطالي؟ زغيبات بوال لا بالايطاليه بولوتي يعني الشعر. كيهضر الكور ميتراج ديالي الاول كيهضر على الزغب. دابا الشعر عادي الزغب ماشي عادي الزغب ماشي عادي هذا مشكل الشعر نورمال الزغب ماشي مشكل. علاش سميتو زغيبات؟ باسكو علاش ماشي شعيرات؟ لا زغيبات نيت ما سكت سا شوك شوي اوكي فهمتي سا شوك. والثاني سميتو ماليديكسيون اوكي سميتو لعنه. كانت معايا فيه الفنانه المقتضيه سعاد صابر محمد الساقيه ومجموعه ديال الممثلين. والثالث ان شاء الله قريب بعيد التالت سو ان تران دو بريباري سو ان تران دو فان دو روموديلي تريك مي جو غادي نديرو في قنيطره غادي نصوفو في قنيطره مع واحد البروديكتور تما في قنيطره. السيناريو شكون يكتبو انت؟ كنكتب فيه يعني كنكتبو نعاود ان كور ميتراج يعني دو بريفيرونس انك انت تكتب السيناريو ديالك باسكو سي ان كور ميتراج سي دير شي حاجه اللي ديالك 100% واخا ان شاء الله ابخي تخوا كور ميتراج تقدر دير كما قلتي الاخر نقدر انا ندير رو ميتراج ونتزاحم معاهم حتى نشد معاهم الصف على السيسايف نتسنى الدعم ديالنا. كيفاش كتشوف رفيق كمخرج بمعنى شنو من النوعيات ديال السينما غيعطينا الله يقدم للمشاهد؟ ما عرفتش انا جوستومون ما نقدرش نقول انا مخرج تندير لي تخوا كور ميتراج ونشوف لي رياكسيون ديال المخرجين صحابي سورتو نشوف الرياكسيون ديالهم فيزافي هذوك لي كور ميتراج باسكو لي كور ميتراج كيشوفهم لي بروفيسيونيل يعني ما كيشوفهمش المشاهد العادي. فوالا فوالا ابخي تخوا كور ميتراج او بيان جاريت نعطي اتساع الاخراج ونمشي نترسق راسي يعني نعرف راسي ما سي با مون تخوك احترم راسي فوالا سي سا ولا غندير فيلم يعني سولون لا رياكسيون ديال لي بروفيسيونيل. اوكي انت كتحترم بزاف راي الناس يعني راي الناس مهم بالنسبه لك؟ بيان سور سورتو لي بروفيسيونيل سورتو الناس يعني المهنيين. مهنيين كيكون كيدير واحد السوفل على الناس. السيناريو مثلا ديال الماليديكسيون ما كتبتوش انا ومع ذلك كتبوا كريم اوجيل واحد المنتج في مكناس تصوصو في مكناس افكتيفمون هو اللي كتب السيناريو وصيفطو باغ ايميل بزاف خليتي رايهم فوالا بزاف المخرجين صيفطو لهم باغ ايميل وسورتو لي سيناريست صيفطو لهم باغ ايميل باش نعرف لا رياكسيون باسكو ان بروفيسيونيل غيضيف لك شي لمسه يعني سيتي غيعطيك واحد السوفل واحد اخر سي توجور سي توجور بيان. بديتي تصور فوالا ماشي انا مول السيناريو ماشي انا كتب السيناريو السيناريو كتبو كاين وجيب هو البروديكتور اون طون يعني صورنا بغيتي تقولي تسطيح بيني وبينك يعني فهمتي شي ريافه بقينا فيهم وصافي
بولينا وصح فهمتيش لعيبه هكا واك زين الفن هكا تضغط دابر لا سورتو لي كوميتراج يعني تروك زعما بغيت نقول لك ماشي احترافي كبير وذاتي اوتو تروك فوالا يعني تقلب نتاع لي سورس ديال ديال البرودكسيون رفيق بغيت ندير بك واحد الفيراج يعني نقلبو ما نتقلبوش ما نقلبوش تعرفوا تصوم نبدلوا البلاصه نمشيو لشي بليصه واحده اخرى نجلسوا في شي بليصه واحده اخرى حيت الموضوع اللي غنهضر فيه شويه بحال نهضر على نخرجوا مثلا اللي بغيتي اللي يلا حيت الموضوع نيت خصو الطبيعه والرومانسيه نهضر على الرومانسيه آه. موجوده نعرفك رومانسي وكازانوفا وداك الشيء كاين واحد الانفتجار ده هنايا نجلسوا وحده يلا نمشيو يلا رفيق زوين هذا الاسباس هذا عزيز عليك الطبيعه ابسولي absolument c'est à dire moyen d'inspiration طبعا بالنسبه ليا البحر surtout طبعا كتفضل كتفضل البحر جبال شنو البحر جو بريفير البحر فاش يكون طالع لك الدم هي كتمشي كنمشي للبحر البحر عندي مع واحد العلاقه خاصه واقيلا حيت انا بواسون دو سيناسترال ولكن عندي معاه ايفيكتيفمون واحد العلاقه خاصه صافي بحال كنرتاح فيه كن روسيكلي فيه لي زيد ديالي كنعاود نرتب فيه الاوراق ديالي صديق كيريح كترتاح كيمانسبير هنا كنعرفوا الفنانين قبيله قلت لك نهضر معك فواحد الموضوع بغيت نهضر معك انا ماشي فنان قلت لك خدام في الفن اوكي الناس اللي خدامين ولا فنان صافي حنا جايين عند فنان انا قلت لك الفنانين معروفين بالرومانسيه يعني وكيكونوا حساسين انت رومانسي هو شويه زعما على قد الحال ماشي شي رومانسي زعما انا سمع عليك انت كازانوفا لا 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 ماشي بصح ماشي بصح انا ديجا مزاجي اصلا يعني دغيا كيطلع لك فوالا يعني لا بيرسون فراس ابسولي شكون هي اول وحده بغيتيها اول وحده بغيتها العقل عليها معاك سرتهم لا مون نيكست فام هي كانت لي بروميير تام ماما عتيقه فتيحه رضوان بقيت معها 12 عام زوج بها في 2000 وطلقتها في 2012 صديق 12 صديق طولنا وكان انا كان زعما داك لو فغي المخرج ديالنا نوف البراوي حاضر في العلاقه شاهد حاضر في ليسونس ديال العلاقه وكيداير انت كزوج يعني مزاجي اوكي صعيب اوكي عصبي ولكن واش يعني كتفشش لا فام واش لا 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 زوج زوج فاشل الله نقولها لك زعما صراحه جيم با زعما ديك نبارتيسيبي في الضعف فهمتي ديك اللعيبه نشد البيبي بدل الكوش البيبي ولا شي بلان بحال هكا ما عرف لا وكتحمل المسؤوليه مثلا في الدار كتعاون لا فام ولا سا ديبون انت فنان عايش فنان في الدار لا فوالا لا كنت زعما لا لا كنت دون لوبليغاسيون بارفوا جو مسون دون لوبليغاسيون يعني كنتحمل المسؤوليات ديالي كاملين لي شارج ديالي كاملين ديال مي في ديال ما فامي ابارامون بعض الخطرات كان بحال كان كتعيا كنعيا وما كنبقاش حامل داك داك الجو ديال الطه نرجعوا للرومانسيه انا خرجتك لهنا باش نهضروا في الرومانسيه انت باغي تخرج لي على الموضوع تمشي لي للنقاد لا ماشي نقاد سينمائي تفضلي لا الوغ بعد 12 عام ديال الزواج جاتك سهله هكا الانفصال لا بيان سو اكيد اكيد ما كانش ساهل القرار كان ديالك ولا ديال الطليقه ديالك كان اتفاق يعني اتفقنا اننا نحبسوا الريلاسيون واخا عندنا بنيتها مي كنا اوبليجي اننا نحبسوا الريلاسيون باسكو وصلنا لواحد اللعيبه اللي ما يمكنش زعما ما يمكنش نزيدوا لقدام يعني غادي نبقاو مبسطين حياه بعضياتنا انا نبقى مبسطه حياتها وتبقى مبسطه ليا حياتي ولا في كوم تو سي لي ارتباط كيخلعك رفيق يعني داك لونغاجمون افي ما نقدرش كنتخلع كانت تخلع جوست كانت تخلع واخا كتخلع عاودتيها انا ديجا خوام مي ابارامون زعما ما عرفتش نقدر نرتاح في اون غولاسيون اللي اوبن سيدير غولاسيون ما فيهاش لونجاجمون ما فيهاش تستار بزاف ما فيهاش كتحس براسك اكثر حريه اكثر يعني فوالا بحال اللي قال وحتى فاش كتكون فيها كتكون اكثر يعني بقناعه ماشي غير حيت ولكن كنحس براسي ماشي مسؤول على لا كرياسيون دو بونور على ديك البارتنير ديالي فهمتي كيفاش؟ زعما تقدر تقلب على البونور ديالها بسا فاسون انا نقدر ندير معها دي تخيك في اطار يعني في واحد الحدود يعني فهمتي ماشي ديك اللعيبه ديال اون فام عيلو في كو هي اون فام صافي انا نبقى مقابله غايه زعما جي دوت شوز افير كو انت يعني في علاقتك بالمراه ماشي ضروري زوجه صديقه او يعني كي داير غالون ولا حاسم ولا شنو سا ديبون شنو باغي من هذيك المراه
زوينات شنو باغي كنت مسكن لك تباغي شي بلان كنت مسكن يعني علاقتي بمها علاقة مزيانة ولكن خلك المؤمن لا يقع في الفخ مرة انت تزوجتي وقلتي صافي انا ما بغيتش لونجاجمون وجاء ان بوبي بالله يحفظها لك لينا لينا السعدية انا ما كرهتش نشوف لينا وتقول لي علاش سميتيها لينا السعدية حيت الوالده ديالي الله يرحمها سميتها السعدية اوكي ولينا باش هي يكون عندها لو شوا تختار ما تقول لك سميتوني السعدية باش كبير لينا السعدية والله يخليها لك واكيد غتولي تبغي لي فام اكثر لان عندك جوج بنيات ابسوليوم ف لا انا كنبغي لي فام وعندي علاقه زوينه مع الفام عندي علاقه زوينه مع الفام عندك دي زامي يعني عندي صديقات نساء عندي 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 صديقات من الدومين عندي واحد الصديقه رائعه اللي نقدر نقول لك عليها فاتت السطاد ديال الصداقه ولات اخت انت يعني في الازمات ديالي كما كانت ازمه كندوز منها كتدخل يعني دوبي عرفتها في 2002 مجدولين ادريسي مجدولين مونتي لا موهوبه اون بليس انت وياها كنحسوا بواحد الكاريزما اكزاكتومون جوستومون ستادير مجدولين سي ما ميور امي ستيف واخا اوكي رفيق ندخلو بغيت نشوف لينا ايه توريها لي شحال عندها دابا دابا عندها ام واي 7 جو ام واي 7 جو الله يخليها لك الله يخليها لك توريها لي بيان سور يلا على برانسيس هاي تبارك الله تبارك الله الله يخليها لك لينا لينا السعدية تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يخليها لك شحال عندها عندها دابا امواي 7 جوغ مازال صغيوره 5 سيمين رفيق من كتشبه انا ما عرفتش واش كتشبه لك ولا لا حيت مازال صغيوره كلشي كيقول لي كتشبه ليك قل لي لينا شي نهار ولا عتيقه قالوا لك بغاو يدخلوا المجال الفني قبل بيان سور ما عندكش مشكل لا ما عنديش مشكل صوم يتكافصوا تا ياك يضربوا التكرفيس وخصك دائما دابا تعلمها راه المجال الفني العتيقه بدات ديجا فهاد ديجا من 3 عتيقه دازت واحد الكوميتراج في اصلا رفيق وصلنا لاخر مرحله ولا محطه في هذا النهار الزوين اللي دوزنا معك شكرا اول حاجه اللي تقاسمتي معنا هذه اللحظات ولينا احسن حاجه كانت انا النشطه هي داك اول مره في الطبيعه الله يخليها لك ويخليك عتيقه واخا انا كنت جونتي هذه الحلقه كلها ياك ضعيفه تبغى نقولي شويه ماشي تقبح معايا ايش ماشي بزاف لا نقدرش انا انت معصب ومزاجي وانا نتحملك ماشي مشكل اسالك اسئله هي في حقها ماشي اسئله محرجه وانما اسئله فضوليه شويه يا باسوسي رفيق واش شي نهار تقدر تفكر تمشي عند طبيب نفساني الا لقيتي راسك محتاج لا مش خواب حيث أنا فيها طبيب نفساني أصلاً يعني جو مو تخيط فهمتي جو مو تخيط بسيشيك مو جو مو تخيط لوتو عندك أوتو لوتو تخيط مو دائماً في الطب ولكن هذه المرة شكلاً عندك شي دفو في الكور ديالك تبغي تبدلو بتات خشي نهار تمشي عندي الكويشة أو هاتي مشي دفو ديش نحية عادية دفو داج وصافي اللي عندي زي ما مشكلة معا ما في الفيزاج ما كيش شي حاجة تبغي عاجبك راسك هما نورمالمون ما خصنيش يعني نقيس في هذاك الشيء ديال الله انت ضد عمليه التجميل لا ضد علاش ضد الا كانت يعني عمليه التجميل كانت ليجيرمون بور شي لعيبه اللي زعما نيسيسير فهمتي ما داك البوتوكس ولا داك النفار فوالا الا كان شي نيفا ريدريسي شي حاجه بحال هكا سورتو بور لي اكتور ولا لي اكتريس اما زعما داك النفاخ والبوتوكس وداك الشيء ديال الهيفاء وهبي وداك الشيء كرواب كتعجبك شي هيفاء وهبي كتعجبني رفيق شنو هو الديفو اللي فيك كتلقاه في ديفو ما كرهتيش تبدلو كيخلق لك الزين اللي فيك الديفو اللي فيا ما فيهاش كرواب زوين بزاف كيتي كيخلق لي مشاكل ما فيهاش زعما شي ديفو فلاغون زعما شي ديفو اللي باين جو كرو وما زعما انا عفاسي فيا بلان ديفو مي زعما شكلا جو كرو با لا ماشي في الشكل في الكومبورتمون سي ان كون انا عفاسي سي ان كون كون الا كنت مقلق ما سينو سي جونتي زعما سي ادابتابل كو يعني من غير العصبيه انت كتكون مزيان ابسوليوم زول غير منك بحال هذا اللي راك بخير الا كنت بروفوكي ولا سي با سي بروفوكي ولا شي حاجه جو رياجي مال جو رياجي تري مال والعكس
والعكس صحيح. شنو هي الحاجه احسن كاليتي فيك؟ جوستمون هي العكس ديال هذا الشيء، يعني سو توليرون، كنت سامح، نقدر نبكي دغيا، فهمتي، سو تري سنسيبل فيزافي دي فليو، يعني نقدر نبكي يبقى فيه شي واحد نبكي. اسمح لي على السؤال، شنو هي احر دمعه وعلى من نزلت؟ اكيد على الوالده ديالي الله يرحمها. الوفاه ديالها ولا الرحيل ديالها؟ زعما لا بولفيرسي ما في، يعني بحال قلبتي لي حياتي، فهمتي، سورتو ان كانت هي تري دونيون بيني وبين بيني وبين بين بنتي عتيقه، يعني عتيقه بنتي كانت عايشه معايا ملي كانت ماما الله يرحمها، صادير كو منين توفات كنت اوبليجي انني نرجع عتيقه لماماها ونبقى نشوفها هي، صادير يعني كندير لك توازن في الحياه ديالك. توازن كبير، توازن كبير، يعني حتى في الخدمه ديالي في لي كونساي دي كونساي كانت ديها معايا بعض الخطرات، كنخرج انا وياها كنتعشاو لبرا ولا هذا كنتناقشوا، صديق كانت اونكادري لي حياتي، سند فوالا. منين توفات شنو هي عندي مي سور، عندي اختي فاطمه الزهراء وناديه وعنايه، ولكن كنحس براسي بوحدي. كتمشي عندهم كتزورهم ولا اكيد باش مات الوالده صافي كلشي؟ لا لا، باقي علاقه عندي الاخ ديالي الكبير كاع فؤاد، هو اللي شويه فترات العلاقه معاه، مي ابارامون خوتي الاخرين مازال علاقه مزيانه، يعني كيف كانت الوالده. شنو هي الدعوه اللي كانت دائما كديها معك الوالده؟ كتقولي الله يرضي عليك، الله ينجيك من الشر ديال بنادم، يعني بزاف ديال الدعوات. مناش كتخاف رفيق؟ مناش كنخاف، كنخاف من لا تريزون، كنخاف من الغضب، سورتو الا كان من اقرب الناس، كنخاف من بزاف من المرض، كنخاف من. تعرضتي لشي خيانه كبيره في حياتك؟ خيانه زعما مش من النوع، من صديق، من يعني مش ضروري. اكيد 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 تعرضت لمجموعه ديال الخيانات يعني، ولكن انا بطبيعي كيف قبيله يعني سوي توليرون، غادي كنسامح كنسامح باسكو لا في ديجا كومبليكي، فهمتي، بقات كومبليكي فيها مع لي جون، وانت راك عارف الناس زعما لونتوراج ديالنا كي داير، صادير اوبليجي عليك انك خصك تسامح وتمشي تكمل، ما توقفش. رفيق، الا بغيتك تختصر مثلا حياتك او تجربتك الحياتيه في شي فيلم؟ كنت شفت واحد لو فيلم داك البيرسوناج او داك البطل لقيتي فيه راسك؟ جوستومون كنت شفت واحد الفيلم فايف، يمكن فايف كلوب ولا شي حاجه بحال هكا، فيه ادوار نوتون، وانا كنحماق على هذا الممثل، وبالنسبه لي انا ادوار نوتون احسن ممثل في العالم بالنسبه لي انا رايي الشخصي هذا. كنت شفت هذا فايف كلوب، واحد الفيلم ولا واحد فايت كلوب ولا شي حاجه بحال هكا، فايت كلوب، بان ليا ادوار نوتون قرب ليا زعما في لو جو، في ليموسيون اكزاكتومون، في الانتيريور، حيت انا بالنسبه ليا ادوار نوتون سي لو لاكتور زعما لاكتور في العالم كامل كي ميتريز الانتيريور ديالو، فهمتي، يعني صادير كلشي عنده انتيريور، شكلو هو ماشي ني با بو، ولكن كيعجبني وكيقرا زعما الافلام ديالو كيقربوا ليا شويه لحياتي، ولا لا فاسون كو لو ستيل دو في كو جو مان. رفيق، هذا النهار دوزتو معك واحد الكلمة تعودات بزاف، الجمال، لا بوتي. كنحس بك حساس بزاف، سونسيبل لا بوتي. لا، حيت باسكو كاين الأدب، كاين لا ليتيراتور، سيتي نقدر أترافيغ أن رومو نكتبو دي ميساج، ندوزو دي ميساج، كاين الراديو أوسي نقدر ندوزو فيه دي ميساج، السينما بالنسبة ليا والتياتر يعني يا لا بوتي، ماشي الميساج، ماشي لو تيم، بو امبورت لو تيم، بلي حتى في الحياه كتبغي تشوف لا بوتي. جادور يعني. شكرا بزاف على هذا الجمال وهذا الشيء متفائل. غادي ننهي الحلقه، ما تخيتش، ونتمنى نكونوا ضياف خفافين عليك. لا يا باتشي، وعلى لا بتيت فامي ديالك اللي تشاركوا معنا الدار، وشكرا بزاف. تفوشوا عليا شويه يعني زعما جيتو عندي لداري صديقي. انت مشكل فين ما تبغيش واحد يقول لك عيط لنا، حنا مسالين ما عندنا ما يدير بزاف ديال الوناسه. شكرا بزاف، شكرا بزاف على بزاف تيفي. الوغ دوزت واحد النهار زوين بزاف مع بزاف تيفي،
جاو عندي للدا واستقبلتهم شي موا مع ما فامي مع بناتي وخلوني نعبر على رايي زعما بصراحه في بزاف ديال المواضيع. الو انا فرحان بزاف حيت جاو عندي بزاف تيفي، اولا لانها قناه مازال جديده يعني خصنا نشجعوها ونحاولوا يعني نمروا من خلالها بزاف ديال لي ميساج وبزاف ديال الاراء ديالنا، يعني نحاولوا نناقشوا بزاف المواضيع في قناه مازال فتيه محتاجه للدعم ديالنا والمسانده ديالنا، ماشي انا كاع لي زارتيست ديال المغرب. ماجده كانت رائعه، الانيماتريس كانت رائعه، وكانوا الاسئله ديالها يعني بيرتينون، كانوا اسئله يعني عميقه، وطرقنا انا وياها المواضيع يعني بعمق ماشي دزنا بشكل سطحي. وانا فرحان بزاف وبزاف تيفي وديما بزاف تيفي كو جادور، لان قناه يعني بديت كان نشوفها ديرنيرمون باسكو فيها واحد الموزايك دو ميوزيك سورتو صدير قناه كتعطي واحد برودوي اللي محتاجين ليه المغاربه، يعني واحد لونشيمون دو ميوزيك مختلفه فيها المغربي مي اون غولييف اوسي لا شانسون ماروكان. ميرسي خويا نوف البراوي، ميرسي ماجده، ميرسي ليكيب تكنيك كامله، لي كاميرامان لي تكنيسيان كاملين، اي ميرسي بزاف تيفي. يلا بروشين ان شاء الله. تغناش سلام عمل غزمو مع رفيق، منين نقدر نقول هو انني ما كنتش كنعرفه يعني شخصيا، ولكن هذا النهار انا عارفه فنان جريء، ولكن بصراحه كنحسدو على الجرأة ديالو، كنحسدو على انه كيقدر يعني يتقاسم تفاصيل حياته مع الناس، ما عندوش مشكل يتصالح مع نفسه. كنقول له شكرا لانه تقاسم معنا دارو وبنيته ولا بتيت فامي ديالو. فنان حساس رومانسي او ميم طون صعيب او ميم طون تيسو انه نيرف، ولكن واخا هكا كتحس بواحد الطيبوبه وواحد فنقدر نقول هو انني انا شخصيا هاد النهار استمتعت بزاف 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 مع رفيق، ونتمنى حتى هو يكون استمتع معايا بزاف بزاف بزاف. وانا زقلت الطريق وانا زقلت الطريق وانا زقلت الطريق وانا زقلت الطريق وانا كندبز غير كنخربق